معانا معي على الهاتف هشام حلمي بكر، لسه واصل حالا يعني ما فيش من ساعه من الولايات المتحده بعد 25 ساعه او اكتر من السفر، وهو في طريقه الى النيابه الان، بدل ما يكون في طريقه لدفن ابوه هو في طريقه للنيابه. هشام مساء الخير، البايه في حياتك. أنا آسفة إن أنا كنت يمكن أول واحدة بلغك بالخبر لما كلمتك في أمريكا وأنت كنت هتطلع الطيارة، يعني مش عارفة أقول لك إيه، يعني باية في حياتك. قولي الأول مشاعرك كابن، وإن أنت ما لحقتش تشوف أبوك، والوضع دلوقتي يعني الوضع طبعا صعب جدا. احنا كل العيلة على فكرة احنا قلبنا بيتقطع دلوقتي، يعني لأن زي ما أنت قلتي لميس، انا جالي الخبر وانا في طريقي للمطار، انا كنت جاي في كل الحالات عشان انقذ ابويا. صحيح. بس للاسف الشديد فشلت ان انا انا قادره اقدر مشاعرك جدا. انا عارفه ان انت يعني انا عارفه ان انت كنت جاي، اصل انا فعلا كنت طالع المطار وجالي الخبر قبل ما الطياره قبل ما اركب الطياره بالظبط بساعه ونص بالظبط بالعدد يعني. وطبعا تخيلي بقى المشاعر، انا طالع عشان انقذ ابويا، دلوقتي انا طالع عشان ادفن ابويا. فكانت حاجه صعبه جدا، يعني اسوأ 25 28 ساعه عشتهم في حياتي. هشام كنت بتفكر في ايه طول الرحله؟ طول الرحله ال 25 ساعه دول انت كنت بتفكر في ايه، رغم ان انت يعني يمكن ما كنتش قريب من ابوك قوي، بس كنت بتفكر في ايه طول الوقت ده؟ كنت قاعد افكر في كل الحاجات الحلوه اللي كنا بنعملها. ان كان في كتير حلو، يعني الناس مش مقدره، يعني الناس عايزه فاهم، عايزين يحكموا عليا، عايزين يحكموا على بابايا، عايزين كل الكلام ده، لكن ما عرفوش ان هو يعني كل اب وابن لهم علاقتهم، واحنا كنا راضيين بعلاقتنا ببعض. وزي ما بابايا طلع من سنتين شرح او عبر عن ايه علاقتنا ببعض، قال احنا الاثنين بنحترم بعض جدا، واحنا الاثنين قابلين بعض، لان بابايا صعب بس انا صعب كمان لعلمكم، يعني انا فعلا ابن ابويا فاهم. انا عندي العصبيه بتاعته وعندي كل الكلام ده، فاحنا الاثنين متقبلين بعض وعشنا طول حياتنا متقبلين بعض، حتى لما احنا كنا عايشين مع بعض في نفس البيت كنا متقبلين بعض. فانا طول رحله الطياره قاعد افتكر كل الحاجات الحلوه اللي كنا بنعملها، والله العظيم قعدت افتكر لما كنت انا وانا صغير كنت بعمل نفسي ان انا ملحن، كنت بالخلسه اخد العود بتاعه وهو يكتشف، لانه طبعا ببوظ بعمله اوت اوف تيون يعني فاهم، فهو يعرف ان في حد لعب في العود بتاعه. كنت افتكر لما كان بياخدني بالليل نجيب الجرانيل من محطه مصر، محطه القطر، وكان بينزلني من ورا ماما، يعني يجي يصحيني من اوضتي يقول لي يلا بينا ننزل ونروح نجيب الجرانيل، عشان هو كان بيحب يقرا كل يعني كل جورنال او مجله بتنزل في مصر كان بيقراها كل يوم بالليل. فالايام دي مش هتتعوض، خلاص الايام دي انتهت. هشام انت عندك اولاد؟ عندي اولاد، اكيد. عندي ثلاثه، عندي جانا لسه تم 18 الاسبوع اللي فات، زين لسه تامم 12 امبارح، يعني انا او يعني 29 امبارح عندنا في امريكا، يوم 29 هو 29 فبراير، وعندي تالين عندها 16 سنه. يعرفوا بمناسبه اتفضل يعرفوا ومتاثرين جدا، لان كراميس انا وانا على الطياره كنت طبعا مشاعري كانت ما اعرفش ايه الكلمه اللي تصلح ليها يعني، لكن مشاعري كنت بعيط وكنت زعلان وكنت كل حاجه في نفس الوقت، لان طبعا وكمان راكب طياره ومش عارف وخايف ان تفوتني اخبار وانا في الطياره وحبا مش موجود والكلام ده كله بقى فاهم. فبعت لهم وانا قبل ما اطلع على طول بعت لاولادي رساله، قلت لهم انا اسف. احنا دايما على هي عارفه على يعني الواتساب جروب بتاع العيله بتاع عيلتي يعني صغيره. بعت لهم احنا دايما بنهرج ونبعت لبعض كليبس وحاجات كده يعني تهريج، فقلت لهم انا اسف، انا يعني انا في شيء عايز اقوله لكم كابس على قلبي. قلت لهم
سليمان، انا عايزكم تفتكروا الايام دي عشان عايزكم تفتكروا قد ايه العيله مهمه وقد ايه احنا لازم نفضل قريبين من بعض. وعايزكم تفتكروا ان اللي انا بعمله ده ايا كان يعني انا عايزكم انتوا يعني تتربوا على القيم دي ايا كان انتوا. انا في يوم من الايام انا ومامتكم هنكبر وهنحتاجكم، ايا كان انتوا فكركم ايه عنا، راضين عنا مش راضين عنا، بتحبونا ما بتحبوناش، ايا كان لما نكون عيله محتاجه بعض احنا على طول نبقى مع بعض. وقلت لهم الحكايه، انا نفسي ابقى قدوه ليكم، ونفسي ان انتوا تبقوا قدوه لعيالكم، لان هي دي العائلات الجامده هي اللي بيبقوا دايما مع بعض، لان مفيش عيله هتحب نفس يعني مفيش حد هيحبكم او يقدركم قد باباكم ومامتكم. عيالي ردوا عليا في الحال. تالين قالت لي يا بابا انت معلمنا صح، بالانجليزي طبعا بس انا بترجم، انت معلمنا صح وانت قدوتنا. وجانا راحت قايله لي انا عيالي اكيد هيعرفوا القصه دي وهفكرها لهم كمان عشان احنا على طول العمر هنفضل مع بعض. طبعا زين متاثر جدا، زين صغير ما بيعرفش لسه يعبر عن نفسه. زين على فكره كان عايز يجي معايا وركب العربيه على اساس ان هو عايز يجي معايا. فانا ما اعرفش قدرت اعبر عن القصه دي لان هي طبعا دي قصه مهمه مش بس لاولادك يا هشام، لكل الاولاد ان هم يفهموا انه قد ايه العيله مهمه وقد ايه ان انت تخلي بالك من اهلك ومن ابوك وامك حتى لو اختلفت معاهم، بس في الكبر احنا موجودين علشانهم. قول لي يا هشام دلوقتي هتعملوا ايه؟ انت نازل من الطيارة ايه الاجراءات؟ لان كان انت يعني كان في خلافات حوالين، هي كانت عايزة تدفن ومش عايزة وطبعا عمامك اتدخلوا وفي نيابة، قولي ايه اللي بيحصل؟ انا الحمد لله الطيارة من انا وقفت ترانزيت في فرانكفورت، فالطيارة من دالاس لفرانكفورت كان فيها انترنت، فانا الحمد لله كانت الاخبار قاعدة تجيلي اول باول. وكانت اخبار صعبه جدا يعني، تخيلي لميس انا لسه عارف ان والدي توفى، وكمان بسمع ان عمامي اتحبسوا، وبسمع ان جثمان والدي بيتسرق. انا هشرح لك بس يعني بقول لك باختصار يعني نعم. اللي حصل اللي انا اتقال لي وانا في الطياره على الانترنت يعني في الطياره فوق ان زوجه والدي او دلوقتي ارمله والدي حاولت تاخد الجثمان رغما عن كل الجميع. وحقيقة لو تعرفي انا قبل ما اطلع على طول على الطياره عملت تسجيل، حتى اتصورت وانا قاعد في كرسي الطياره، قلت مفيش والدي مش هيدفن غير بقرار مني انا، وانا اللي لازم يطلع تصريح دفنه لي. فهي راحت معرفش عملت ايه، بس قدرت ان هي تاخد جثمان والدي تحطه في عربيه اسعاف، وحاولت انها تختطفه تاني مره لعلمك يعني خطفته وهو حي وعايزه تخطفه وهو ميت. وكانت ناويه تاخده شقه المهندسين، ودي حاجه كمان يعني احنا كنا طالبين منها انها ترجعه شقه المهندسين وهو حي، هي قررت ترجعه وهو ميت. بس شاكرين جدا امامي تعرضوا لها ووقفوها، واللي انا فاهمه ان كان في كمين على الطريق قدروا يوقفوا الاسعاف واحتجزوا كل المتعلقين بما فيهم عمامي بما فيهم ارمله والدي، واتحجزوا. وسيد المستشار مرتضى منصور اتدخل ودخل السلطات. انا على ما اللي انا اعرفه انا يمكن في سلطات اكتر، فانا اسف لو انا ما اعرفش كل السلطات اللي تدخلت، بس اللي انا عارفه ان وزير الصحه وزير الداخليه تدخل وحلوا الموقف وودوا والدي باسرع وقت الى ثلاجه، لان في ما كانش في ثلاجه في كفر صقر، فوالدي من ساعه ما هو توفى محطوط في المستشفى من غير ثلاجه، وده حاجه يعني صعب قوي. اقول ايه يا لميس يعني هقول ايه بس والله ايه اللي بيحصل ده وليه بيحصل كده؟
وليه؟ هو ده سؤالي، ليه بيحصل ده؟ يعني هي خناقه على ورث ولا خناقه على ايه ولا خناقه على انا والله العظيم ما تفرق معايا ورث ولا زفت، انا طول عمري ما طلبت فلوس ابدا، انا عامل نفسي بنفسي، انا عندي حياتي وفي عندي شهود، انا عندي كل اصحابي يشهدوا، انا عمري ما طلبت فلوس في اي حاجه، انا عمري انا كلمتك يوم الاثنين اللي فات عشان انقذ ابويا، ما كانش على دماغي كلمه ورث، انا كان على دماغي انقذ ابويا في محنه. وماذا يملك حلمي هي بكر يعني؟ ما اعرفش. طيب يعني امتى متوقع الجنازه والدفن امتى يا هشام؟ انا والله انا يعني لو قلت لك، انا حضرتك قلت انا واصل من ساعه، انا اكشلي واصل من نص ساعه. نعم. فانا عايز بس انسق مع امامي، احنا بنحاول ان احنا نعمل يعني في اغلب الوقت هيبقى في جنازه بكره، الدفن هو اللي لسه انا ما اقدرش اقول لك الساعه كام بالظبط عشان نعم. الاجراءات اللي بتحصل دي. فاستسمحيني ان انا ممكن لا ابقى طبعا اتواصل معاكي وهقول لك طبعا كل المعلومات طبعا. دي. انا بس عايزاك تقول يعني كلمة عن حلمي بكر. كده صعب قوي يعني، مش يعني انا قلت كل اللي قلته. انا هقول له ان فعلا كان في جيش بيحاول ينقذك، وهو عارف دلوقتي لان هو شايفنا كلنا. وبقى ما اعرفش ان انتوا كان عنده كده نظره اعجاب وضحكه في نفس الوقت، لكن يبص كده بجنب ويطلع حواجبه تبقى زي الهرم، وانا على فكره عندي الحواجب الاهرامات دول. انا والله شايفه بيبص لي كده بال اللي هو نص عين كده وضحكه وبص في عينيا ليا، انا كنت باخدها على اساس ان هي ضحكه يعني ان هو راضي ويعني مبسوط ومعجب بالفعل. بقول له والله العظيم اصحابك وابنك واحفادك واخواتك وكل عيلتك كانوا جيش كان جاي ينقذك، بس للاسف ما قدرناش وفشلنا في انقاذك، بس ده قدر حقك وده تروح عمر وده قدر ويعني بالظبط، طب بس حقه مش هيروح. طبعا أحلى غنوة اللي بتحبها حصل له له ده إيه؟ مش هيقل. انت عارفه الشيء الغريب جدا يا رميس، انا مش انا قلت لك عيد ميلاد بنتي كان الاسبوع اللي فات اللي هو ال 18، وكنا عاملين لها حفله حلوه وكل حاجه. على فكره يعني احنا كنا بنحتفل بالعيد ميلاد قبل ما الاخبار دي تحصل من بيومين بس. طلعت انا على سبوتيفاي وبدور على اغاني عيد ميلاد عشان كنا بنجيب التورته، فلقيت انا كده يعني مجموعه اغاني ورحت مشغلها، الاغنيه الاولانيه اللي هي الاغنيه العاديه اللي هي بتقول هابي بيرث داي وبتاع، الاغنيه الثانيه الشيء الغريب جدا يعني شيء غريب جدا كانت هابي بيرث داي تو يو بتاعت اللي هي من الحان والدي اللي هو وليد توفيق غناها، انزل يا جميل على اللي هي الساحه، انزل يا جميل على الساحه. ياه دي اهم اغنيه عيد كانه ميلاد دلوقتي. يعني كانه كان بيناديني قبل، شيء غريب يعني. انا امي كانت موجوده، انا بصيت لها وقلت لها غريبه جدا الاغنيه دي يعني، انا ما اخترتهاش، هي راحت طالعه لوحدها على الـ على الـ على الـ يعني اليوتيوب. الـ نعم الراديو على الـ على سبوتيفاي. شيء غريب. وبعدين رحت باصص لجانا بنتي اللي كانت بتتم 18، قلت لها على فكره جدك هو اللي غنى الاغنيه دي، وهي كانت فخوره جدا قدام صاحباتها وبتقول لهم على فكره ده جدي هو المغني هو اللي ملحن الاغنيه دي. فيلا في اغاني كتير بس طبعا يلا نقول دي عشان هي دي يمكن كانت يمكن اتبعتت لي السبب يعني. بعزيك مرة تانية وبقول لك انه يعني الكبار لا يموتون، حد زي حلمي بكر بما تركه من فن من موسيقى من تأثير في حياتنا كلنا ما بيروحوش. انا عارفة ان انت عندك قصة وعندك وبتقولي انه ما حدث لن يذهب هدرا، وان انت عندك قضية وعندك وهذا حقك، لكن على المستوى الانساني الكبار لا يذهبون لا يرحلون، هتفضل أغنياته موجودة. شكرا يا شكرا هشام حلمي بكر.